السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا والعود أحمد. تبارك الله عليكم، سعيد بلقياكم. المشتركين الجدد كنرحب بكم في أسرة إلياس نيوز تي في. المشاركين القدامى انتم راه الأهل ديال الدار، الله يحفظكم ويبارك فيكم. عاودوا تذكروا، حيت كيقولوا لي بعض الناس بلي راه ما كيوصلهمش الإشعار، تأكدوا عافاكم بلي راكم دايرين داك الجرس. تأكدوا أن الناس كيقولوا لي راه كنتسناو الفيديو ديالكم ما طلعناش الإشعار، غير تأكدوا بلي راك مشارك وبلا راك مفعل الجرس. وكنشكركم مره اخرى جزيل الشكر. وغادي نبداو مشاهدينا الكرام، عندنا اليوم 5 ديال الفقرات خفيف ظريف. غادي نبداو بهذا المقطع هذا اللي منشور اليوم في منصه اكس وفي الفيسبوك. هذا هو عبد اللطيف الحموشي. السيد عبد اللطيف الحموشي تولد سنه 1966 في مدينه تازة، هو مسؤول امني مغربي بارز كيف ما كنعرفوا كاملين، كيجمع ما بين جوج ديال المناصب امنيين مهمين، حيث يترأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهو أيضا المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني. تعرف بالإطلاع ديالو على طريقة عمل خلايا التنظيمات الجهادية كيف ما كيشغل منصب مستشار الملك. أنا السؤال اللي بغيت نسولكم في نظركم، شنو هو السبب باش كيحبوه المواطنين المغاربة هنايا في مدينة طنجة؟ الناس يعني كيبينوا لي واحد الحب منقطع النظير، وكيفاش كيشوفوه، كيفاش كيسلموا عليه، كيفاش كيتصوروا معاه. السيد الحموشي محبوب المغاربة، واش يستحق هاد اللقب ولا لا؟ وبغيت نسولكم، علاش دائما كنشوفوا الناس في عدة أماكن من غير مدينة طنجة كيطلبوا المساعدة من جلالة الملك، ولا النداء كيقدموا لجلالة الملك، وبعض المرات من السيد الحموشي ولو كانت المسألة يعني كتخص قطاع آخر، مثلا في التعليم ولا في الصحة ولا في القضاء، وكيقول لك كنطلبوا من السيد الحموشي. واش الناس كيثيقوا في السيد الحموشي حتى لهذ الدرجة؟ وشنو هو السبب ديال الحب ديالهم ليه؟ أنا بغيتكم تقولوا لي أشنو الرأي ديالكم في هذا السيد هذا. ودابا غادي نطلعوا لفوق وغادي نشوفوا صاحب الجلالة والمهابة جلالة الملك محمد السادس الله يحفظه والله يبارك في عمر سيدي، كيفاش العالم تناقل الصور ديال جلالته مع أخيه الأمير والحاكم ديال الإمارات، وكل شيء شاف النخوة والشهامة وشاف الحب والاحترام والتقدير من طرف حاكم الإمارات والإماراتيين لجلالة الملك، وشافوا كيفاش النخوة ديال العروبة، شافوا كيفاش تم الاتفاق على عدة مشاريع واستثمارات عملاقة بمئات الملايير ديال الدولار. خلاصة الاتفاقيات ما بين المغرب والإمارات الموقعة ما بين الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد، الأهم ديالها يعني كثير من الاستثمارات وكثير من الاتفاقيات، ولكن وحدة اللي شعلت النار في شي ناس في الجارة الشرقية هي تمويل أنبوب الغاز أبوجا طنجة نيجيريا المغرب. وهذا الاتفاق هو أكثر ما أصاب الجارة الشرقية بالسعار نظاما وإعلاما والكثير من البعرة والحمرة. النظام أعطى الأوامر للأبواق ديالو باش يسيئوا جلالة الملك والأمير وحاكم الإمارات. هتعقلوا كاملين من بعد القرقارات كيفاش كانوا كيخرجوا الجزائريين وكيقولوا يقولوا لنا في جميع منصات التواصل الاجتماعي غادي تموتوا بالبرد وغادي تمشيو تجمعوا الحطب، وكانوا كيضلوا على ان البوطه ديال الغاز ما غنبقاوش نلقاوها، ولكن على نفسها جانت براقشو والله كبير. بحال اللي كنقولوا المغرب ما عمره تقطع منه الغاز، وفي بلاد الغاز كنشوفوا عدة فيديوهات الناس ما عندهمش البوطات، الناس كيتسناو بالشهر والشهرين بعض الفلاجات وبعض المدن ما كيجيهاش الغاز وكيبقاو كيموتوا بالبرد، وهذه حقيقة واللهم لا شماتة. أشنو بان ليكم؟ دير النية وبات مع الحية. جريدة الخبر الجزائرية مشاهدينا الكرام نشرت عنوان جريدة لطخات السمعة ديالها بالانبطاح لكبرانات الجزائر لنظام فاشل على المستوى الداخلي والخارجي. بخط صغير كاتبين إلى شفتوا معايا مزيان، أشرف أمس على لقاء جمع مخابرات بلده مع الموساد في دبي، كيقصدوا حاكم الإمارات، وجو هنايا وداروا بخط عريض. أمير المؤمنين يبيع بلاده وشعبه للكيان العصيوني. شوفوا معايا خوا خوا الله يخوي اليوم العظم كيعبروا على التربية والأخلاق ديالهم، كيعبروا على الإفلاس ديالهم. إعلام زنقوي بمعنى الكلمة، إعلام فاشل
كيفاش المنظومة الحاكمة في الجزائر. يا حسرة لو كان هاد الإعلام ديال الجزائر ينوض ويدير واحد المقارنة بسيطة خفيفة وظريفة ما بين الإمارات وما بين الجزائر كدولتان نفطيتان، ويشوفوا كيفاش الإمارات هي نموذج ناجح والجزائر نموذج فاشل، ويقلبوا على الأسباب والمسببات ويحاولوا يحيدوا فين كاين الورم، ولكن ما يقدروش. لماذا؟ لأنهم منبطحون الكبرانات، ولأنهم الاسم ديالهم كما هو معروف الكراغلة، والكراغلة كتعني أبناء العبيد والخدم. والمعلوم اللي ولف 550 سنة هو جالس منبطح العثمانيين والفرنسويين، ما عمر تنتظر منه أنه غادي يكون حر في يوم من الأيام. وأكيد أنهم نكارين الخير، المغرب دار معهم العجب العجاب أواخر الخمسينات، ويا ما دافع عليهم محمد الخامس ولا الحسن الثاني ولا حتى محمد السادس، كان بغى يتعامل معهم ويدير معهم الخير، ولكنك لا تسمع من في القبور. ونكر الخير، الإنسان من الأفضل يعطيه باتساع ويدير بينه وبينه صور الصين العظيم. نكر الخير مشاهدينا الكرام، كيعطيو دابا الإمارات وجالسين كيبينوها على أنها كأنها هي اللي دايرة اتفاقيات على ظالمة أو مظلومة، وطبعا هادشي كذبا وزورا. شوفوا معايا شنو كانت نشرة النهار. لو كنت ناسي أفكارك، كيف ما كان كيقول جدي ملي كان قدي الإمارات، هادي هما اللي كانوا ناشرين في جريدة النهار. الإمارات تقدم مساعدة مالية للجزائر بأكثر من 3 ملايين ديال الدولار لدعم القطاع الصحي. هانتوما شوفوا مزيان وخضروا عويناتكم، هادو وصلوا لدرجة التسول السعاية، ومع ذلك النيف مازال ديما طويل وتخرج العينين. يلا ودابا نايضين وكيسيئوا لواحد الدولة اللي سبق وكدير فيهم الخير وكتعطيهم باش يداوي ولادهم، والفلوس ديال الغاز مخشيين في البنوك عند الكفرانات، هما راضيين هكاك بالعبودية وماشي غير هكاك ويسكتوا ويحمدوا الله ويشكروا. لا 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 لا، واخا هما ما دايزاش فيهم الصدقه، كنقصد الجزائريين، لا ما دايزاش فيكم الصدقه، لا لا عندكم الغاز وكاينه، لا لا هضروا تفهموا مع هذوك اللي حاكمينكم، ولكن مع ذلك تشدوا الصدقه. وكيف ما كان كيقول جدي ملي كان قدي، انا باللقمه فمك وانت بالشوكان عيني، مازال الاساءه عندكم في الدم. علاش؟ وبكل احترام وادب، لان التربيه ديالكم تربيه ام حسن، كنقصد التربيه ديال فيلا جلفت، ما يمكنش تعطينا شي تربيه اللي هي ما يمكنش. النسخه المصوره كذلك لجريده الشروق، وهذه ديال اليوم الاربعاء 6 ديسمبر 2023، شوفوا معايا بالخط العريض اشنو كاتبين، وانا غنخليكم نتوما تقراوها مشاهدينا الكرام، خاصه صحابين خاوه خاوه، الله يخوي لكم الدراس، قولوا امين. المخزن يواصل، كملوا معايا قراوها بشويه عليكم. الكذب والافتراء، الزور والبهتان، غرام ديال الحقيقه ما كيناش، ما كيعرفوش على ان المغاربه كيموتوا على الملك ديالهم والمغاربه متلاحمين فيما بينهم. اي نعم، نرجعوا مباشره باش ما نمشيوش بعيد على الاعلام الهمجي والمتخلف والبائس، مع كامل احتراماتي بائس وخبيث، مع كامل احتراماتي صورة طبق الأصل لأسس النظام الفوضوي الكبرانستاني، النظام العشوائي المبعثر لكل أوراقه والقائم على نغمات قواد الكبرانات وعصابات متخندقة في صلب المجتمعات الجزائرية، كيفما تكونوا يولى عليكم. انتم راضين بهذا الحال؟ هذا الله يخليكم فيه دائما وأبدا، نقولوا أمين مع كامل احتراماتي طبعا. شوفوا معي مشاهدين الكرام ما يسمى عندهم بالشجرة الشهيدة، تسمع تقول واو شنو هذا الشيء، هذا ياك ما جايبين شيء من شيء كوكب آخر. كل أركان الدولة الجزائرية، لا الكبرانات ولا المخابرات الجزائرية، كلهم اجتمعوا هنا من أجل إطلاق مشروع عظيم. شنو هو المشروع؟ قال لك بغاو يزرعوا بعض أشجار الزيتون. اللهم لا شمسة. شحال وانا حافظ الضحكة. اللهم لا شمسة، شجرة الزيتون جاي حتى مجيدو الصوت براسو. الله يا ودي، وهز بالا حمراء وزعما راه فحال صحيح، زعما تا هو كيضرب البالا. كنحمدوك يا ربي ونشكروك على نعمة العقل، وكنحمدوك ونشكروك على نعمة المملكة المغربية. مجيد السلطة هز البالا حميمرة والشنقريحة حتى هو خدام زعما، وراه هو ناضي زعما وحادق، والصحافة هي حاضرة وشادين لي زباراي، أما العامل ديال الولاية حتى هو واقف ولابس ليا حتى هو الكلاس.
والله لا لا نايضة ماشي كل الشجرة ديال الزيتون الشجرة الشهيدة تعقلوا كاملين على شجرة البلوط دابا شجرة الزيتون الناس تلفت ليهم الجرية وغنمشي ونشوفوا أكبر شمس العشية اللي دارتها شكون الطاليان لمن اللي جارة الشرقية الجزائر ما اللي كتسمى بالجزائر أشنو هي هاد أكبر شمس العشية اللي دارتها الطاليان الجزائر القوة الهاربة والضاربة السلطات الإيطالية ركزوا معي وتبعوا معي مزيان الله يخليكم السلطات الإيطالية تجمد 13 اتفاقية من أصل 15 اتفاقية تعاون في مختلف المجالات اللي كانت مبرمة ما بين النظام الكبرانستاني الجزائري المعزول إقليميا ودوليا وعربيا وإفريقيا بشكل رسمي إلى جينا نشوف الواقع والحقيقة وجا الطاليان بشكل أحادي وبدعوة عدم الحاجة قال هاد الاتفاقيات الغات ليا كل شيء وخلت جوج ديال الاتفاقيات وهاد الاتفاقيات بجوج في مجال الغاز والبتروكيماويات ثم قال ماذا؟ قال الغاز والبتروكيماويات بمعنى البقرة حلوب أجي من حلبوكم من يماكم حتى تقولوا بركة وغادي نشوفوا مقطع تبونا المعروف بمجيد السلطة مشاهدين الكرام اللي كانوا كيديروا داك الاتفاقيات مع الطاليان دعي ليه بالصحراء الطاليان راه ولات معها وحنا داك الساعات كنا كنقولوا لكم نو راه الطاليان استغلوا الفرصة ديال الاعتراف ديال اسبانيا بمغربية الصحراء وديال ديك الربندز فاش طلع ماكرون وقال لهم ما عندكم لا هوية لا تاريخ لا فصل مفصل وتماك الطاليان قالت هذه هي الوقت اللي غادا ناخذ الغاز فابور وطلع مجيد السلطة ولا طالياني وقال لك حنا ماشي بحال فرنسا حنا نشبهوا الاقتصاد الايطالي نشمعوا المقطع حنا ما نشبهوش الاقتصاد الفرنسي ما نشبهوش خلاص حنا نشبهوا الاقتصاد الايطالي ايطاليا قوة صناعية حنا نشبهوا الاقتصاد الايطالي ربما تعقلوا معايا المقطع فاش مجيد السلطة كان غادي يطلق واحد السلوكية شوية كانت قطعت السلسلة وبغات نعم سيدي كاع تعض كاع اللي قدامها وشوية تشدت في آخر لحظة سمعوا معايا وقادرة تخلق 750 ألف 75 ألف منصب شغل خيم جيدو نوت فرصة صاحبي أنا بعدك طالع ب 80 عام صاحبي نوت جري على راسك والله إلا وليتي ضحكة حنا كنشكروك كنقولوا بلي راه ضحكتينا ثلاث سنين هادي ونشطنا وضحكنا معاك لا انت ولا هذوك الاعلام ديالك ولا ديال المجلس الاعلى للبقر كاع الشواب ضحكنا معاهم ولكن نجري على راسك صاحبي شويه انا ما عرفتش انا هاد بونيف باقيين كيكتبوا باقيين كيطلعوا في لايفات وباقيين كيقارنوا راسهم معنا لا راكم ماشي في حالنا وما عمركم تكونوا في حالنا كاع هذوك اللي كيقولوا بيناتنا بعض الامور المشتركه كلها فيها نظر كلها فيها نظر كاين شي واحد كيقول لك شاركين الدم وشاركين لا لا هذيك غير كنا كنقولوا هكا او كيقولوها شي بعضين غير تقيه ولا مساكن ما عارفينش عبارات متوارثينها بيناتهم لا لا حنا ماشي هكا لا لا حنا ماشي هكا لا حنا ماشي ولاد العبيد والخدم مع كامل احتراماتي طبعا هادشي كله في اطار الحب والحنان والعطف والوئام اذا مشاهدينا الكرام ما نساوش ونقولوا تبارك الرحمن كاملين معايا يقولوا ماذا تبارك الرحمن على ايش من الاتفاقيات من غير انبوب الغاز نيجيريا المغرب ويهود الاوروبا وان شاء الله غادي يكون خير كبير في بلادنا ما نساوش بالله ضمن الاتفاقيات كاين واحد الاتفاقيه اللي هي مهمه ومهمه جدا الخط ديال البوراق من طنجان مراكش وكيف ما قلت في الياس نيوزوان اللي الرابط كاين في اول تعليق الله يخليكم كاملين دخلوا بارك الله فيكم لان كنتعرضوا احيانا كنتوقفوا في هذه القناه كنتعرضوا للسينيال كنضطروا نريحوا سيمانه وجوج وهذا الشيء ربما ما تبغيوه الناس دخلوا كاملين من هذا الرابط اللي غتلقاوه في اول تعليق واشتركوا فعلوا الجرس هذا طلب مني لكم كاملين اللي جات على خاطركم اذا البوراق نعم سيدي ان شاء الله 577 كيلومتر حتى لمراكش وتمشي نعم سيدي وتضرب دويره في مراكش وتقدر تطلع حتى نوريكا وترجع وبالليل تولي تشدرك وتهود لطنجة بخير وعلى خير وما خصك خير الحمد لله البنية التحتية غادي تمشي بواحد الشكل اللي هو عجيب وغريب واللي غادي يتمتعوا فيها المغاربة ويستفدوا منها المغاربة و2030 إن شاء الله مع كأس العالم غادي يبان لنا مغرب آخر ومغرب اليوم ليس كمغرب الأمس والله يبارك في عمر سيدي والله يحفظكم المغاربة كاملين لا ديال الداخل ولا ديال الخارج نساء ورجالا
وجمهور إلياس نيوز تي في كنحبكم ونموت عليكم والله إلا جمهور ما شاء الله الناس ديال العقل والوعي ماشي الناس اللي كيمشيو يقلبوا على التفاهة. وكنشكركم وقولوا لي بالصحة والراحة لومونطون باسكو إليا لوفغوا ميرسي بوكو مع السلامة.